بدأت أخبارنا من عند التكريم اللي قامت به مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وده على هامش تواجد أعضاء المجلس في حفل الأوسكار رقم 61 لجريدة المساء وجريدة الكرة والملاعب. وحرصت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على منح مجلس إدارة نادي الزمالك درع تكريم بمناسبة فوزهم في الانتخابات الأخيرة وتولي قيادة القلعة البيضاء لأربع سنوات مقبلة والحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية. وقامت المؤسسة بتسليم كل من كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والمهندس هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وكابتن أحمد سليمان عضو المجلس دروعا خاصة. واختارت المؤسسة أحمد مصطفى زيزو نجم فريق نادي الزمالك كأفضل لاعب في مصر لعام 2023. احنا كمان طبعا بنبارك لمجلس إدارة نادي الزمالك وبنبارك كمان بصراحة لزيزو، لأن زيزو يستحق أكتر من كده كمان بكتير. لاعب عنده عقلية فارقة جدا جدا في الدوري المصري في العموم. لما تيجي تكلم حد مين أحسن لاعب هو زيزو، مش بس زيزو عشان خاطر في الملعب، زيزو كمان يملك العقلية اللي بنتمنى ان هي تكون موجودة عند كل لعيبة مصر الحقيقة. وطبعا بنشكر طبعا مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر على التكريم بالأمس. طبعا بنروح لأخبار الفريق الأول، وعقد الكابتن معتمد جمال مدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين، وده قبل انطلاق التدريبات الجماعية استعدادا لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة الكونفدرالية. الجلسة دي شهدت حديث سريع بين كابتن معتمد جمال واللاعبين حول برنامج اعداد الفريق خلال الفترة المقبلة، وشرح طبعا بعض الافكار الفنية المطلوب تنفيذها بجانب علاج بعض الاخطاء اللي ظهرت خلال الفترة الاخيرة. غاب أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو ومحمد طارق وحسام عبد المجيد ثلاثي الفريق عن التدريبات الجماعية، وجاء غياب زيزو عن تدريبات الزمالك، وده طبعا بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يغيب الثنائي حسام عبد المجيد ومحمد طارق لانضمامهما لمعسكر المنتخب الأولمبي. وصل محمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري ثنائي الزمالك برنامجهما التأهيلي على هامش التدريبات الجماعية، وخاض الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيم قبل خوض فقرة إضافية بالركض حول الملعب تحت إشراف طبعا الجهاز الطبي للفريق. طبعا عودة الونش وعودة الجزيري مكسب كبير جدا، خصوصا مع الأخبار اللي بتقول إن عودة الثنائي قريبة جدا وفي احتمال، ونتمنى طبعا ان هم يلحقوا او يخفوا قبل مباراه ابو سليم الليبي في دور المجموعات بالبطوله ببطوله الكونفدراليه. الحقيقه في خط الدفاع انت محتاج الونش جدا، دفاعيا محتاج الونش، هجوميا محتاج سيف الدين الجزيري. طيب تعالوا مع بعض نروح ونكمل باقي اخبارنا. وخاض لاعبه الزمالك فقره فنيه خاصه على هامش التدريبات الجماعيه، والفقره دي شهدت التركيز على التعامل مع الكرات العرضيه امام مرمى المنافس والاستفاده منها وعمل المتابعه في اكثر من موقف فني داخل الملعب، وده في اطار الاستعداد طبعا لمواجهه ابو سليم الليبي والمقرر ليها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال خوض التدريبات غدا على فترتين استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسيقود الفريق الفترة التدريبية الأولى
هتكون الساعة 9 صباحا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، على أن يخوض الفقرة الثانية في التدريبات هتكون الساعة 3 العصر، ويحرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بشكل أفضل قبل مباراة بطولة كأس الكونفدرالية وعلاج السلبيات والأخطاء التي وقع فيها الفريق أو اللاعبون في الفترة الماضية. واستقر الجهاز الفني على خوض مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي، وسيخوض الزمالك مباراة ودية الأولى هتكون يوم الأربعاء اللي جاي يوم 15 نوفمبر أمام فريق توت عنخ آمون، على أن يخوض الفريق مباراته الودية الثانية أمام فريق الهلال الليبي، ودي هتكون يوم الأحد اللي جاي هيكون يوم 19 نوفمبر الجاري. واضح أن في شغل كبير جدا بصراحة بيتم الفترة دي استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي. طيب، شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية، واكتفى عبد الشافي بخوض الجزء البدني من المران قبل أن يستكمل التدريبات في صالة الجيم، وده ضمن البرنامج الموضوع ليه من قبل الجهاز الطبي للفريق. عبد الشافي واحد من اللعيبة اللي لا غنى عنهم أبدا 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 داخل نادي الزمالك، لاعب ملتزم ومثال حقيقي للاعب المحترف، اللاعب اللي بيأدي دوره بجد على أكمل وجه. بمناسبة طبعا كلامنا على عبد الشافي، عبد الشافي أنا بعتبره واحد من اللعيبة الكبار، لاعب ما فيش حد في مصر كلها في عالم الكرة المصرية ممكن يكره عبد الشافي، أيا كان بقى فريق منافس أو كل الأندية بتحب عبد الشافي، كل الناس بتحترم عبد الشافي، كل الناس بتحب عبد الشافي، كل الناس بتتمنى حد زي عبد الشافي وأخلاق عبد الشافي، ولا عمرنا سمعنا عنه مشكلة، ولا عمرنا مثلا سمعنا أنه كسف حد ولا اتخانق مع حد ولا طالب النادي بحاجة ولا ضغط على النادي بحاجة، ولا لما حس أن النادي مثلا بيمر بأزمة قال أي حاجة ولا اعترض على حاجة. لا يا جماعة، قدوة قدوة بجد، يعني مثل أعلى كده، تحس أن أنت لما تيجي تربي ابنك تقول له أنت لازم تبقى زي محمد عبد الشافي اللي موجود داخل نادي الزمالك، لأن ما فيش زيه. باختصار الملاعب بقى هتجيب ناس كتير وودت ناس كتير، ولكن عبد الشافي من اللعيبة اللي مترسخة في الأذهان، مش عشان مهارته اللي لحد النهاردة ما بيبخلش على نادي الزمالك أبدا. عبد الشافي اللي لما بيحس بس أن نادي الزمالك محتاجه بيتنازل عن كل حاجة في الدنيا، مقدر يعني ايه قيمة نادي الزمالك، مقدر يعني ايه النادي ده، وقف جنبه. وعبد الشافي كمان يعني وقف جنب نادي الزمالك كتير جدا جدا جدا، وكان داعم بشكل كبير جدا، كل جماهير نادي الزمالك طبعا بتحبه جدا.